هعمل لكم النهارده ام علي بالشوكولاته ب3 جنيه بس بدون روت احبابي في الله. ام علي ب3 جنيه بس وكمان بالشوكولاته كده بقى عظمه جدا جدا. لايك يا باشا وشير قبل اي حاجه حرفيا. يلا بينا نيجي هنا بقى كده علشان كل حاجه تبان كده تحت. كل اللي انت محتاجه علشان تعمل ام علي بالشوكولاته ب3 جنيه انك تجيب مولتو فقط ليس الا. هتجيب المولتو ده وتجيب اي قالب فخار عندك او طاجن فخار كده صغير لقيته عندي في البيت. فهات كده اي حاجه صغيره حرفيا عندك ونفتح بقى المولتو هنشوف فيه كام واحده جوه. 2 3 4 5 في 5 مولتوهيات كده صغننين كده جوه. والكيس ده ب3 جنيه من اي حد. في طبعا الكبير ب5 جنيه ولكن احنا مش محتاجينه. احنا محتاجينه ب3 جنيه بس. كل اللي هتعمله بقى ان انت هتطلع المولتو زي ما انتوا شايفين كده وهتحطه في القالب ده. سايه هنقطعه كده حتت صغيره. شايفين الشوكولاته؟ لا ده باظ فعلا. باظ خالص. نطلع التاني برده نحطه ونفتفته كده حتت صغيره. ده بقى شكله ولازم تكون سايب مسافه كده ما بين المولتو ما بين يعني اخر حاجه كده لان اصلا بعد اللي احنا هنعمله فيه اصلا هينفش كده وهيبقى شكله جامد قوي يعني. طيب هو اتبقى واحده في الاخر فعايزين نشوف هل بقى فعلا المولتو ده فعلا باظ ولا لا. شوف كده بقى. يا الله باظ. طيب بعد ما حطيناهم هنجيب شويه لبن صغيرين. هتقول لي بقى هنا يا صاحبي مسكنا عليك غلطه. انت قلت ب3 جنيه بس اللبن ده جه منين؟ يا صاحبي انا عندي لبن في البيت. انت بقى مش عندك لبن في البيت يا باشا. ممكن تجيب بقى كيس نيدو صغير او ممكن تجيب مثلا لبن بخيره اي حاجه ربع كيلو 8 كيلو اي حاجه يا صاحبي. خدت بقى اللبن ب15 قرش عدي معايا الدنيا. هتجيب بقى اللبن في الكوبايه الجميله قوي قوي دي يعني دي فيها لبن اصلا وهتحط حبة صغيرين بس ما تغرقش لان اصلا اللبن انا وقعت عادي يعني مش مشكلة. حط حبة لبن صغيرين وما تكترش لان اصلا هو هيشرب المولتو يعني هيشرب اللبن. عشان كل ما اعمل فيديو اكل لازم ابوظ الدنيا انا ما اعرفش ليه والله. ده بقى شكله لبن ومولتو بالشوكولاتة. لو انت عايز بقى تحط مثلا من فوق شويه سمنه كده عشان برضو يبقى الموضوع كده ملزلز كده والكلام ده تمام ماشي. ولكن في حالاتي انا مش هحط. والناس اللي بتعمل دايت او ما بتحبش السمنه وكده برضو ما تحطش. انا برضو مش هحط. بس لو انت عايز تعمل وش كده جامد ممكن تحط بقى شويه سمنه كده على الوش يعني. وتعالوا دلوقتي ندخلهم في الفرن مش الفرن بقى الشوايه لمده مثلا 10 دقائق بالظبط ونرجع نقول لكم شكلها بقى عامل ازاي. طلعنا ام علي من الفرن طبعا هو مش فرن هو شوايه وسبتها شويه لحد ما تبرد كده. وبصوا شكلها بقى عامل ازاي. هي باينه في الكاميرا ان هي محروقه لكن هي مش محروقه اصلا دي بس تاثير الشوايه يعني. بصوا شكلها بقى جامد جدا 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 وبالشوكولاته. وتعالوا ندوقها بقى يعني. بصوا مثلا الحته دي كده فيها شوكولاته اهي من هنا. ندوق بقى الاختراع ده جامد جدا جدا. لازم تروح تجربه وب3 جنيه بس. ولو عجبك الفيديو ما تنساش طبعا بقى شير في كل مكان لايك في كل مكان وكومنت تحت حلو واكتب تحت في الكومنت دوسه كوتش وتقول لي عايزني اعمل لك ايه في الفيديو اللي جاي. وعايزين نوصل ل 100 ألف قبل نهايه السنه. بيكو هنقدر بيه كالعاده. دوسه كوتش. سلام عليكم.